أهم شيء ما نخسر قدام الإمارات، أهم حاجة هاني. ليه التعادل يعتبر جيد مع الإمارات بصراحة؟ أهم حاجة ما نخسر هاني، يعني إحنا أمامنا 4 نقاط للتأهل رسميا، ما تعرف إيش حسابات الفرق الأخرى. لا قدر الله، لا قدر الله يا هاني، إنك أنت لو خسرت أمام الإمارات يعني يتبقى وفازت لا وعفوا وانهزمت اليابان، انهزمت حتصير اليابان، حتصير هنا انت امام مقصله صعبه يعني جدا. يعني انت ممكن تدخل مباراه اليابان بفرصتين فوز او تعادل، تمام، للتاهل رسميا، مباراه على ارضك وبين جماهيرك. لا قدر الله خسارتك من الامارات حتضغط اللاعبين بشكل، خصوصا لاعبيننا احنا لاعبين يعني اللاعبين السعوديين في الضغوطات، في الامور النفسيه تاثر فيهم كثير. الامور النفسيه اعتقد انه اللاعب ممكن يفقد السيطره حتى من التسخين، شاهدناها كثير. يعني اكبر دليل الكل شاهد، لو في مباريات لانديه سعوديه خاضوها مثلا في نهائيات اسيا، سواء الاتحاد 2009 امام بوهانغ او الهلال على ارضه امام سيدني، هذه المباريات تحديدا يا هاني لو تنعاد يمكن 10 مرات الفرق هذه ما تكسب، لا يخسر الاتحاد ولا يخسر الهلال. لكن انت في بعض الامور النفسيه ممكن تاثر على اللاعبين، هذه نتاجها. عشان كذا احنا الاهم للاعبين مباراه الامارات العوده على اقل تقدير بالتعادل. الخساره يعني خلينا نكون واقعين ممنوعه في مثل هذه المباريات، عشان لا تدخل في حسابات صعبه وامور نفسيه معقده. يعني يعني حتى الجماهير ممكن في مباراه جده انك انت تجي وضامن ان شاء الله باذن الله تعالى الاحتفال بالتاهل وزف اللاعبين الى روسيا، لكن لا قدر الله اي نتائج عكسيه ممكن تاثر حتى على الجماهير وعلى الحضور، لانه الجماهير عاطفيه وخوف، هذه الامور كلها. فاتمنى باذن الله تعالى، يعني احنا الكلام هذا سابق لاوانه، ان شاء الله باذن الله تعالى عن نفسي اتمنى السيناريو الافضل 6 نقاط امام الامارات ويكون التتويج من سهله اليابان. بصراحه يعني بواقعيه تحس انها يعني سهلة. لا بواقعيه، لو سالتك عن المباراتين توقع خاص عن المباراتين بواقعيه بعيد عن العاطفه بصراحه. بواقعية جدا مشاهدة الأخضر. ايه سهلة، 6 نقاط، 6 نقاط سهلة، في شرط واحد بس. ايش هو؟ انه يكونوا اللاعبين في يومهم. لانه اللاعبين في يومهم ثق تماما انه حيكسبوا الامارات، لانه الامارات اصلا واضح انه عنده اشكالية. ابو فارس